من صلوات القديس مار غريغوريوس الناريكي. والآن مع الذي يعاني آلاما مبرحة في جسده من جراء علة البرص، أنا أيضا بسبب ضيق نفسي أتوسل إليك يا رب، إن شئت فأنت قادر أن تبرئني. ومع العميان الذين اضطروا إلى التلمس في ليل لا نهاية له بصوت عال أنيق، لا أسميك ابن داود بل أعلن أنك ابن الله، أنت الكائن الأسمى. لا أدعوك معلما فقط، وهو لقب شرف يعطى لكل المعلمين بدون تميز، بل أؤمن أنك سيد السماوات والأرض، وأنا الذي يريد أن يشفى. لا أؤمن فقط بلمس يديك الممدودة أيها الإله الرحيم والقريب، بل أيضا بقدرة كلمتك، حتى لو كنت بعيدا بعيدا جدا لا أشك البت في أنك قدير رحيم. فما تريده أنت الرؤوف، تستطيعه أنت الخالق. قل كلمة واحدة فقط، إني أتحد أنا أيضا بإيمان قائد المئة. أؤمن أن قدرتك هي علة الشفاء وإعادة إلى الحياة. سوى كنت غائبا بعيدا بعد مسكن عن آخر، أو عندما تكون جالسا في أعلى السماوات أمام هذا، أشعر بضعفي عن رواية معجزاتك المذهلة. يا إله الصلاح وسيد التطويبات، امنحني إبراء لدين 500 دينار كما أعفيت بكلمة من فيك الإمرأة الخاطئة من ديونها. فبقدر ما يكون سخاؤك عظيما تكون ممجدا، وبقدر ما يكون كرمك ساميا تكون محبوبا. وكلما كثرت رحمتك تنال تمجيدا مضاعفا، ولهذا المقدار من الحسنات فإنك بعدل تستحق المديح. ورغم أنك سيد الجميع فلك تظهر ذاتك مساويا لنا، ومع أنك تمتلك الأشياء كلها فإنك تقبل تقديماتنا، وأزاء عطاياك غير الموصوفة تقبل ثمن عملنا. وبما يخص تقديماتنا الأرضية فإنك ترى أنه يجب عليك دفع ثمن هذه الهبة الأزلية. إنك تقدر أعمالنا قدرا رفيعا، أنت أهل لأن تكون ممدوحا ومعظما. وعندما نقدم لك منا القليل فإنك لا تغتم بأنك لم تحصل إلا على التمجيد اليسير. أصنع نحن رحم عينها أن المدين بديون لا تحصى، لكي يظهر حبي بالشدة نفسها في خطب الإقرار بالجميل. لك التمجيد في كل شيء، آمين.